ركض نهار ركض اليوم فينا نقول، ما لحقنا كثير نتوقف مع اجاباتكم على سؤال اليوم بما يتعلق شو هي الغنيه اللي بترجعكم او بتذكركم بايامات الطفوله، رح اقراهم بشكل كثير سريع لانه الشيف شادي ناطر وعم بعد الثواني والدقائق. عندنا اغاني كل افلام الكرتونز، اغاني الست فيروز، عندنا طيري يا طياره طيري، في عنا ما تذبذبي علي اعطونا الطفوله لريمي بندلي، في عنا كمان شو عاطيني هون مارسيل خليفه، مرفوعه القامه امشي مرفوعه الهامه امشي، في عنا هالصيصان شو حلوين هالصيصان شو حلوين ما رح ارجع لعندك رح اقولهم كلهم. طيري يا طياره طيري، طيري يا عصفوره طيري، طيري يا عصفوره اوكي، يا رايح على ضيعتنا، كل اغاني ست فيروز، هالصيصان شو حلوين، صيدلي يا صيدلي، صيدلي يا صيدلي الكرتون. يا صيدلي كثير مهضومين طبعا في كثير بعد اشياء كانت او اجابات من يلي بعثوا لنا اياها، بنتشكر كل يلي عم بيشاركونا باجوبتهم عبر الفيسبوك. الوقت صار للشيف شادي. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بهيك نص ساعة سريعين حلوين مليئين مفاجآت، وجواب كمان لغادة مني أنا كنت حب، بس كان هيك عمري بال 17 18 كنت بعدني جاهل، أوكي؟ كنت حب غنية راغب بقربك أنا راغب، بتعرفيها هيدي ولا فليتي؟ فليت، أوكي. اليوم هلا عن جد بتمنى من الجميع انه تنتبهوا مزبوط على الحلقه اليوم، لانه في كثير من المعلومات، يعني انا ضايع شو بدي احط مع شو بدي احط مع مين، قد ما في اشياء بدنا نعملها اليوم. اول شغله اللي رح بلش فيها انا هلا موضوع الفول، نركب الفولات على النار. واحد شو عمل الشيف شادي؟ اكيد جبنا فولات، الفولات فيكم تجيبون علب وبعدين تسخنون، او تجيبوا الفول، وامبارح حكينا عن هذا الموضوع، اوكي، الفولات الحلوين فينا نجيب كمان العلبه ونحطها، وفينا كمان نجيب الفول ننقعهم بالليل، ثاني نهار نجي نغليهم، نحن عم نغليهم فينا نغير لهم ميتهم مره او مرتين حسب نوع الفول، وكمان نضيف لهم شوي صغيره من البيكنج باودر بقلبهم، هيك بضلوا كمان لونهم ابيض، بيستويوا الفولات. يا سلام على جنب هي وصفه كثير انا بحبها، بندوره كثير، بصل وثوم مع زيت زيتون، ملح وبهار وكزبرة. لا مش هودي هن البندورات، هودي هن البندورات، طلعوا شو حلوين. عملت صلصة من البندورة الطازة، وإذا عندكم وقت تعملوا معروف فيكم تقشروا البندورة، فيكم أوكي. أنا شو عملت؟ قطعت بندورة، بصل، ثوم وزيت زيتون، قليتهم، حطيت البندورة، ضفت ملح وفلفل أبيض، كزبرة وكمون، حطيتهم بقلبهم، غليوا حوالي ربع ساعة صاروا جاهزين. اللي بدي أعمله أنا هلا، ليكوا شو بدي أعمل. 1 2 3 طلعوا الفول، كل الفولات عليهم. طيب هيدي أول شيء بلشنا بهيدي الخلطة، هلا شو بعمل؟ بخلط الكل مع بعضه، شوفوا شو عم بيصير، شوفوا هالخلطة اللي عم بعملها مع صلصة البندورة والبصل والثوم. هلا اذا بناكلها هلا بنحط لها شويه كمون اذا بدنا على وجهها وزيت زيتون، بتعقد بتجنن هي وهيك، بس نحن ما راح ناكلها هيك. ليه؟ لانه اطيب مثل ما راح اعملها هلا، باخذ هيك كمان طنجره عن جديد ويلا. لا يا شيف شادي ما فيك تحطهم بالطنجره اللي كانت قبل، ما الطنجره صغيره ما بقت تسع، لانه هلا صار في بندوره وبندوره، فاللي راح اعمله اغير الطنجره وبنعمل هيك يا شيف شادي كلهم سوا، ويلا على النار يغلوا على نار خفيفه لمدة ربع ساعة وبعدين منقدم الأكل. واحد، خلصنا من شغلي يا شيف شادي. اثنين، هون في عنا شيء عم يغلي، هالشيء اللي عم يغلي هو كمان من الموزات، ما شفنا لا موزات ولا شفنا بصل يا شيف شادي، ما شفنا شيء، بس مي عم تغلي. اوكي طيب خليكم معي دقيقة، رح نشيلهم، منقرب لهون، طلعوا هون، بلشنا هلأ نشوف البصل، قشر البصل، الكزبرة، الحب كمان، الفلفل كمان الأسود، عندنا كمان شو حطينا يا شيف شادي بعد هون؟ حطينا مطيبات، هالمطيبات كلها سواء عطتني ريحة بتعقد ومرقة بتجنن، طلعوا هالمرقة اللي عملناها من وراء هالموزات، ويلا يا شيف شادي هودي هن اللحمات مع القرفة مع القرنفل مع الهيل مع البصل وقشرة البصل وورقة الغار مع أكيد شوي صغيرة من الملح. عطونا
ريحة وجمال وطيبة على شقف اللحمة اللي عندي. بدي انطرهم شوي صغير يبردوا وبعدين بدي اقطعهم تضيفهم على يخنة البندورة اللي بدي اعمل معها كمان انا البرغل مع الشعيرية. طيب يخنة البندورة يلا. هون شو عندك يا شيف شادي انت؟ اول شيء يا شيف شادي بدك تعمله بدنا نحط هيدي هون من بعد اذنكم. هيدي شو بدنا نعمل فيها؟ بدنا نولعها تحتها مشان يغلوا ربع ساعة قلنا للفولات. لكن الفول عندي مع الثوم صار مع البصل صار مع البندورة مع هالصلصة اللي عملتها، هلا بدهم يغلوا 10 دقائق ربع ساعة بنضيف لهم عصرة حامض وبنقدمهم مع البصل إذا بدنا، مع الفجل إذا بدنا، مع البصل الأخضر إذا بدنا، اللي بدكم إياه، مهم ولا أطيب من هيك فول. طنجرة يخنة الموزات مع البندورة أو يخنة البندورة، بنبلش. أول شغلة بنعملها بناخذ زيت زيتون، طلعوا كيف؟ بقلب هالكسرول بننطر زيت الزيتون حتى يحمى، بس يحمى عندي ثوم بصل بندوره. نرجع بعيد، ثوم بصل بندوره. وين بدنا نحط الثوم والبصل والبندوره يا شيف شادي؟ على الزيت كلهم سوا بيغلوا، بس يغلوا بدنا نضيف الموزات اللي انا هلا شلتهم من النار. اوكي دورنا غاز. اوكي هون مطفي هون. اوكي برجع بعيد، لك انا عندي زيت الزيتون بقلب الطنجره هون، بدي اعمل يخنه البندوره. قلنا بنحط البصل بعد شوي، بعدين الثوم، بعدين البندوره، والموزات اللي عندي بدي اقطعهم شوي صغير صغار وبحطهم عليهم، بيغلوا كلهم مع بعضهم، بصير عندي يخنه منطيبه بالبهارات تبعولها وبس. شو ناقصه بعد؟ ولا شيء. شغله كثير هينه، ما هيك؟ رح نبلش، هذا البصل هون يا شيف شادي ها؟ بلش هيك. يلا هون هيك يا شيف. هل هل هالبصلات متركن هلا ينقلوا شوي صغيره قبل اضافه المواد الثانيه، وعم نعمل بهالطنجره الاعلى شيء على الغاز عندي يخنه البندوره مع الموزات. وهلا بنجي على الموزات، اصلا رح فرجيكم شغله. ها ما هودي اول شيء عندي هون المرقه اللي بدي استعملها، هذا الكفكير لك وينه هون يلي بدي اخذ منها مي وضيف على شو؟ على ال ما انت بدك تعمل يا شيف شادي قلت شعيريه مع البرغل وتحط عليهم اكيد مرقه، بستعمل المرقه اللي انا عندي هون مرقه اللحمه لانه بتتقدم هل خلطه الشعيريه مع البرغل مع يخنه الموزات، فيعني كثير منيح الميات اللي عندك، هذا واحد. اثنين هودي الموزات اللي عندي انا هلا، طلعوا فيها هيك بهالطريقه، رح اخذ سكين، طلعوا شو حلوين، طلعوا يعني مستويين على الاخر، بعد شوي صغير بقطعهم وبضيفهم بعدين، يعني صرنا كلير مثل ما بيقولوا. طنجره صغيره يا شيف شادي هون ولع تحتها وخلصنا بقى وحضرنا الشعيريه مع البرغل. برغل اسمر او برغل احمر اذا بدكم تسموه، او برغل ابيض خشن. عندي كبايه وحده، كبايه يعني كبايه بتطلع شي 200 جرام، بدها حوالي 30 جرام من الشعيريه، بدها ملعقه كبيره من الزيت، يعني بنحط الزيت نحن هلا هون او زبده او سمنه يا مدام اذا بتحبي، ما عندي مشكله انا هون. ها طلعوا شو حلوين. وهلا يا شيف شادي عندك انت وين قلت الشعيريه هون، وعندك البرغلات المنقوعين لمده ساعه، يعني انا جيت غسلت البرغل شوي صغيره، كبيت المي، عبيت مي من جديد قبل هلا ما نطلع على الهواء، جيت هول شعيري جيت انا على هودي البرغلات نقعتهم لمده نص ساعه، بعدين كبيت المي وضلوا البرغلات، يعني ما تعتلوا هم، كل شيء مراقب. ليكوا الشعيريه على الزيتات منحرك، بس الشعيريه تحمر يا سلام. شو بدي الشعيريه تحمر؟ بضيف يا شيف شادي البرغلات المنقوعين، وكل كبايه من البرغل يا شيف شادي بدها حوالي لانه منقوع بدها شي كبايتين الا شوي، يعني كبايه ونص من المرقه او مرقه اللحم اللي انا عندي يلي عم تغلي، بيغلوا مع بعضهم ملح وبهار شوي صغيره وخلصت القصه، يعني قصه ما بدها كثير ذكاء وما بدها كثير تفلسف، بس فكره تتقدم مع يخنه البندوره. يلا يا شيف البصل انا عندي هون جاهز، يا سلام بنضيف هلا التومات اللي عندي، شوفوا شوفوا كيف التوم، يلا هول التومات الشرائح الحلوين بقلبها، حرك 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 هون، خلوني حرك الفولات كمان شوي صغيره، طلعوا طلعوا الفولات شو حلوين،
هاليخني كمان يخنة الفول خلنا نسميها تعقد بتجنن. وهلا انا هون من بعد ما ريحة الثوم بلشت، يا سلام على ريحة الثوم، بجي 1 2 3 طلعوا البندورة، بحرك الخليط بهالطريقة هيك، يلا 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 ها. ودغري شو بعمل؟ باخذ ملعقة صغيرة من الملح وبحطها، طلعوا ها، فوق البندورة، لأنه بدي البندورة تفقد المي تبعيتها بسرعة، أكيد بحرك. وأكثر من هيك كمان بجي وبسكر عليهم وخليها تغلي. أكيد الوقت اللي رح أعمل فيه اليخني اليوم يمكن تاخذ معي ربع ساعة وقت، هيدا مش مزبوط، لازم تخلوها تغلي على القليلة نص ساعة هيك، بعدين بنضيف لها اللحمة عليها، وبتغلي مع اللحمة حوالي 10 دقايق، ساعتها هون عندنا يخني مزبوطة بالآخر. أنا رح أعملها بسرعة بتعرفوا لأنه ما في هالوقت الكافي لهذا الموضوع. روج يا شيف شادي ليكون الشعيرية هون عم تطلعوا فيها. حد الشعيرية عندنا الفوليت، رح زيح الفوليت شوي صغيرة، ردهم لهون شوي لأنه بدكم تسمحوا لي عندي شغلة بدي أعملها. بس قبل ما أعمل هيديك الشغلة، أو خلوني هون، طلعوا شو عم بيصير، حطيت كسرول هون تأعمل بشاميل بالكريمة والمرقة، تأعمل بشاميل بالكريمة والمرقة، تأعمل بشاميل بالكريمة، افهمنا، بشاميل بالكريمة والمرقة لشو؟ للأرض شوكة. يا سلام، عملكم شوي. أول شي خلوني نضيف البرغلات تبعولي على الشعيرية، طلعوا كيف، يا سلام. هون هون بعد شوي صغير يا شيف شادي، وهون البرغلات كلهم صاروا جوا. حرك يا شيف بهالطريقة، ها خلص، حرك شوي مع الشعيرية، وعندنا المي أو المرقة اللحمة، ما بدها شي منك يا شيف شادي، لا ملح ولا بهار، لأنه هي مطعمة بكل شي في طعمات. طلعوا شو رح أعمل، رح حط أنا 1 2 هيدا كوب وهيدا نص كوب، ما هيك؟ 1 2 3 كلهم سوا على البرغلات. يعني قد ايه انا مبسوط بالبرغل، انا كثير بحب البرغل عن جد، هيك برغل على بندوره، برغل على شعيريه، برغل على ملفوف، بدكم اياه. ها وهيدي يا شيف شادي سكرنا. البرغل على شعيريه بلش يغلي. المرأة هون عندي، خلينا نقول مش المرأة، شو اسمها هيدي؟ قلنا اليخني مع البندورة يعني بلشت كمان تغلي. هون الفوليت كمان مع البندورات تبعولهم بلشوا كمان يغلوا. بعد شوي صغير رح قطع أنا كمان الموزات اللي عندي. أما هون بهالطنجرة الحلوة الصغيرة رح حضر شو؟ بشاميل بتعقد بتجنن مع الدجاج، يا سلام. خلوكم شوي شوي شوي، هون طلعوا لك شو رح يصير. هون فوق الزيت عم حط طحين، كل 100 مليلتر من الزيت بدهم 100 جرام من، عم بطلع كنت بالملعقه، اوكي بجيب ملعقه ثانيه، لكن برجع بعيد. كل 100 ملي من الزيت او 100 جرام من الزبده بدهم مقابلهم كمان 100 جرام من الطحين، او خلينا نقول 90، كون يا شيف شادي دقيق، 90 جرام من الطحين بدهم 90 جرام من الزبدة، أو 90 مليلتر من الزيت، أو 90 جرام من المارجرينا أو السمنة أو غيرها. بحرك أنا هيك، طلعوا شو عم بيصير، صار عندي الرو، هيدا الرو اللي قدامي أنا هلأ، بلش ضيف عليه، أوكي، من المرقة، وبعدين شوي صغيرة من الكريم، وبعدين أنتم بتطلعوا بريك شوي صغيرة وبترجعوا لي حتى ننهي وصفة كمان الأرضي شوكي لمحشية دجاج وفطر يا شيف شادي. بريك وناطركن بسرعة. الأرض شوكي اليوم عم تتصدر مائدة الشيف شادي، لحتى نشوف كيف رح بعدين يتم تطبيقها الحشوة اللي نحن عايزينها، بالإضافة إلى اليخنة الثانية رح ننتقل لعنده مع رشة ملح. غادة كيفك؟ أنا منيحة. كيف الوضع؟ وين هالغيبة؟ كيف الروائح؟ الشيف شادي هون وين بده يروح بين هالأربع حيطان؟
عندك اثنين ما عندك اربعة شتركي. احبائي صباح الخير واهلا وسهلا فيكم باخر ربع ساعة اليوم مع الشفشادي. شو بدي اقول لكم؟ اوكي هون ليكي شو عندي بلشت انا هلا بس كانوا عندي المشاهدين قبل ما يفلوا على البريك. شو عملنا؟ عملنا هون بشاميل بتعقد بتجنن. يعني شو عملت انا؟ حطيت زيت بعدين طحين عملت رو، ضفت انا من المرقة الخضره وبعدين او مرقه الدجاج فيك تقولي لانه انا عم بشتغل بالدجاج، وضفت لهم كمان من الفريش كريم. والوصفه هلا كمان بيكتبوها كمان قدامهم. اوكي ويا شيف شادي هلا انت بتقول شويه ملح اكيد طلعي كمان هون، وكمان بنروح على شوي صغيره من الفلفل الابيض. معي ولا مش معي انت؟ انا هون ويا سلام. هلا الحلو وين؟ انه هلا الكاميرا بدها تروح لعند الدجاجات ما فيها. اوكي اها هول الدجاجات لك وينني؟ هل قد فرمتن صغير؟ الدجاج فرمتن راس عصفور، بصل، شوي صغيرة من الملح، من الفلفل، كمون وكزبرة. هلا اليوم نهار الكمون والكزبرة. ما حدا يسأل ليه؟ اليوم جاي على بالي كمون وكزبرة. بس طلعوا بيطوشوا صار ساعة بناكل منه. بكره اعمل لي تارت على كمون وكزبرة. ليكي شو بدي أعمل بس؟ ليكي هون، شايفة هون شو عم بيصير؟ رح حطهم بقلب هالجوط الكبير. اوكي. اوكي. من بعد ما نحطهم بقلب الجوط الكبير، ناخذ هيك وين؟ إيه. شامبينيون ترلالا. شامبينيون ما اسمه ترلالا، شامبينيون يعني شامبينيون دو باري عادي. أوكي. فريش مشروم عادي يا شيف شادي بهالطريقه هون. وبنجي هيك هودي كلهم شو خلص خلصنا منهم هودي. ايش بدنا نعملها؟ بنرجعهم لورا كلهم سوا بنحط هون. فكرت بنرجعهم على الخزانه. معنا حدا يجلي اليوم. يلا ليكي هون شو صار هلا. من بعد ما نعمل هون حطينا شامبينيون والدجاج الاليين وقبل. أوكي. نرجع بنعيد الدجاج شو الينون قبل. الينون قبل. ليش شامبينيون لا؟ لانه بحب هيك قرشه الشامبينيون، والشامبينيون فينا ناكلهم نيين. ايه؟ بس نحن هلا كونه ما نحطهم بالفرن حوالي اربع دقائق خمس دقائق. اوكي فالشامبينيون بيلين نتفه صغيره حرام، وكمان الشامبينيون غالي واذا قليناه بده يزم كثير. اوكي اللي بده يشتري انا برايي بهيدي الحاله شامبينيون علب ويضيفها اذا ما بده. طلعي هون شو عندي؟ معي انت حرقت ايدي. اوكي يلا يا شيف شادي لهون طلعوا كيف ومنقول 1 2 3 طلعوا هالبشاميل الحلوه اللي عندي. طلع هالبشاميل الحلوه اللي عندي كلها 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 وبنرجع خلصنا وبنحط هون وبنجي شوفي شو عم يصير. دجاج شامبينيون بشاميل وبشاميل كله مزبوط لانه الدجاج في عليه ملح. كمان البشاميل في عليه ملح يعني هون نحن بحاله بتعقد الدجاج. هيدي الحاله هلا طلعي شو بعمل فيها. باخذ هون هون انا عندي كان كفكير زغرور. اول شيء هون طمنيني على الموضوع هون البرغلات صاروا جاهزين بيعقدوا مسكر عليهم. الفولات بيطوشوا بيعقدوا. اليخني هون يا امي على اليخني يا امي خليني بس هيدا هون لليخني. خلينا هلا هون بدنا نضيف لليخني بعد شوي صغير اللحمات وجايين على اللحمات بعد شوي. بس خلونا اخذنا اليخني شفنا اليخني شفتوا اليخني شفنا شفنا كلنا اليخني بدك تخليها خلينا على اليخني رايحين على اليخني شفنا اليخني اوكي سكرنا عليه خليها على نار قويه خلص زعلتني صارت لي شفنا اليخني وخلصنا يلا بدك تخليها على نار قويه ايه خليها على نار لانه مجبور هي احسن انا قلت قبل انه على القليله بدها 45 دقيقه ساعه انه تغلي انا راح اغليها بنص ساعه واعمل اليخني بنص ساعه يلا ماشي اوكي ماشي طلع شو عم يصير بجي انا باخذ من هالبشاميل الحلوه هيك بحطهم على الارض شوكه طلع الارض شوكه الارض شوكه شو عملت فيه قبل اللي هودي كانوا فروزن هو كلهم لنحط على نو سؤال بيعقد ليكي وراي شو في على الفرن؟ شو في ما شو في بدون ما اطلع حتى ما يقول وراي على الفرن شو في فوق الفرن؟ ايه في 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 وحده ازاز هيك اوكي ليه انا حطيتها هونيك؟ لانه اعمل بايدي هيك جيبها وبنعمل بصنيه دجاج مع الموتزاريلا هيك عشان هيك كلهم بس انا هون عم بعطي الفكره يعني عم اضرب كذا عصفور بحجر وكذا فكره طلعوا شو عم بيصير يا شادي اوكي بسرعه كمان هيك بس ما بيمنع هيك كمان نغمرها مثلا اذا عملنا بالمية اكيد كان فيني اجيب انا اليوم اربع كيس ارض شوكي حق الكيس 7000 ريال 7422000 كان فيني بس انه لا انا قلت انه نعطي الفكره هيدي الفكره حلوه وكمان فينا نعطي فكره حلوه لا لا خلينا نطلعي فيني هيك مزبوط حق هالقد طيب اطلع بس انه يعني الارض شوكي بس تجيبيها فروزن اليوم اقل لا حق عن جد حق الكيس شي 5000 اللي بدي اقول شغله انه اول شيء بدك تقليها شوي قبل او تسلقيها بدك تسلقها ايه لانه بتكون أفضل. شوي صغيره مثل ما بيقولوا دور وي. اوكي تكون قاسيه شوي وفي منهم اوقات بتسلقهم وبيضلهم دور شي ساعه بتسلقهم اكثر مزبوط مزبوط بيكونوا كمان هن مش سلقينهم قبل منيح ويلا يا شيف شادي على الفرن هيدا واحد ها حطيناهم بالفرن والثاني اللي انا عم بحكي عنها هي هيدي
نعمل نحن صينيه، صينيه دجاج للولاد، نحطها بهالطريقه، وفينا نخلطها مع الباستا، امبارح كان عندي باستا، نخلطها مع الباستا وبناكلها، طلعي شو حلوه هيك، وفينا الحلوين، هيدي بس فوتها انا هلا على الفرن، لانه فيها الصوص فيني اقدم حدا رز، وهيدا ما بتصير، نعمل نحن اليوم وين الموتزاريلا؟ اوكي ضعت ضاع شادي طلعوا هون كيف طلعوا هون كيف طلعوا 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 هون يا سلام يا سلام يا سلام على هذا كله سوا وهلا هون بتعقد ويلا كمان على الفرن يعني عندنا هالبرغل هالبرغل بالشعيريه انا حبيت اعمل هذه الفكره اليوم مثل كان انا اليوم رز بالشعيريه طيب مع الرز بالشعيريه انا بدي اسالك يا غاده انت امه بتعرفي وبتطبخي كثير هالاكلات كم اكله بلبنان خلينا نقول بس بلبنان تتقدم مع الرز بالشعيرية كل جودة كل اليخينة انه يعني سمي لي تنقول شي 4-5 عملي معروف انه بامية فاصوليا لوبيا شو بعد بازيلا مثلا ارديشوكة باذنجان باذنجان شو بعد طيب ليش ما بنعمل برغل مع شعيرية محلون إذا أنا عملت برغل مع شعيرية وقدمتها مع البامية شو بيصير؟ هي ما بيصير شيء بس لأنه مش معودين اوكي بس جربي يا شنهار وشوف الفرق جربوا يا شنهار وشوف الفرق جربوا شنهار تعملوا هالبرغل بالشعيرية اللي أنا عملتها رح أنا أفرجيكم إياها معلش ها هيدي البرغل وهي شعيرية شايفينها هون قدامكم اوكي صار جاهزة قدمي يا شنهار مع البازيلا حد البازيلا قدميها مع الفاصوليا قدميها مع بامية وردي علي خبر إذا مش أطيب بمليار مرة اوكي عن الرز بتحدد جميع هذا واحد اثنين برغل ابيض ايه اثنين والاطيب 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 هن فريكي شو عم تخبرني فريكي مع الشعيريه عم بحكي جد ومشان موضوع الفريكي بدي اذكر الجميع انه بكره وبعد بكره وبعد بعد بكره في بلبنان الكوكينج فيستيفال بالبيال فشايف شادي رح يكون موجود من الساعه 4 للساعه كمان 8 اكيد سفروا العالم اوكي ما تفلوا اولى الساعه 9 بنضل كلنا سوا خليكم للعشاء رح نطلع لاكثر من 500 شخص تحت تنشجع التعاونيات بلبنان اوكي يعني اليوم وهذا كمان بلبنان في مشروع صار له اكثر من 5 سنين اللي هو مدعوم من اليو اس ايد يلي عم يدعم كل شيء في زراعه بلبنان كل شيء في زراعه حكينا عنه هذيك مره بعالم كمان الصباح انه عم يدعم كل شيء الافوكا الفطر عندنا الفريك اليوم شو كمان عندنا عمالك شوي صغير بدي لك شغله عندنا الدبس الخروب عندنا دبس التفاح عندنا الفواكه المجففه يعني التعاونيات اليوم عم تلاقي صعوبه انها هي تبيع منتجاتها بوجود الشركة الكبيره فنحن نعمل اليوم تنشجعهم بهالفيستيفال تعالوا لعندي او خلونا نشوفكم كل يوم من الساعه 4 للساعه 8 نطرق نحاك تجي شنهار عن جد بكره او بعد اجي كمان اولادك اذا بدك يجوا او لا يمكن اولادك صاروا كبار الاولاد خلونا يجوا على البيت ايه لا اولادك بيجوا لعنا والاولاد كمان والاولاد الصغار يعني الاعمار الصغيره فيها تجي وتتمتع كمان بالطبخ لانه في شيفيه عم بيعلموا الاولاد والاولاد الصغار عم يعملوا كيدز كوكينج شو بطريقه كثير حلوه لا اولاد بيهمهم بيجوا بيتعلموا كمان طبخ كمان مش ضروري يكونوا كذا طلعوا هلا هون الموزات انا عندي يا سلام وطلعوا جمال الموزات بقلب اليخني اند تام 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 هذا الموزات كلهم دخلوا هلا بقلب اليخني بهالطريقه الحلوه وهون طلعي طلعي هاليخني شو حلوه هيك البندوره وانا هون بس هلا بيضيف عليها شوي صغيره من الكمون شوي صغيره من الكمون وكمان شوي صغيره من كراويه كزبره يلا هون كمان ليك كيف اكيد أنا. الملحات كانوا موجودين المي اللي استعملتها كمان تعملت هون هي المي تبع اللحمه تبع الموزات واليخني كمان صارت بتعقد جاهزه لك الفول صار كمان عندي اياه جاهز كمان البرغل كمان عشعيريه جاهزين وعندنا كمان هون نوعا ما جاهزه بس انا قلت انه بنخليها ربع ساعه بس نحن مجبورين نقدمها وتنروح هلا يا شيف شادي على الفرن ونجيبها من الفرن الاشياء اللي حطيناها نشوف اذا كان استويت او اذا كان هيك دامت الجبنه شوي ما هن مستويين بدهم بس تيدوبوا 100% طلعي شو عم بيصير عم تشقر ياي بتجنن واو شقرها هيك كمان هون بنقدم وبنرجع مش مزبوط يلا يا شيف شادي هون اول شغله تفضل نبلش نقدم هلا شو
مفعول فوليت. عملي معروف صحن الفخار اذا بتريدي. عم بتزعبي كمان. طلع طلع وجمال. عملي معروف صحن الفخار اذا بتريدي. شكرا عينك. كمان طلعي كمان هون. طلعي الشمال تبع. عملي معروف صحن الفخار اذا بتريدي. هي لإلي. هيدا هون هلا بدك تاكليها وتجاوبيني بعدين. جاوبيني بعدين قديش انا حطيت لك اصلا الخبز قدامك. شفتوا الخبزات؟ ايه شفتهم. اوكي اللي هن معمولين كان بطريقه جميله. طلعي الفولات شو حلوين. واو. وانا عامل شغلي كمان حلوه. ليكي شو عامل لهم كمان؟ مش انه شغلي هيك. ايه مدروسه على الاصول. نجي كمان هون نشتغل هالصحن الفول. امبارح عملنا شيء اسمه شانا مسالا. كثير طيب الشانا مسالا. انا بعتذر كمان من اخواننا بالهند. ايه. بعتذر من اخواننا بالباكستان. ايه. بعتذر كمان ما بعتذر ابدا. هي بتعرفي مين كان؟ امبارح انا قلتها بس ما كان في خالد. اليوم في خالد. امبارح ما سمعنا. امبارح ما كنتي معنا. لا راح خالد ورولا على الهند. كانوا كل يوم عم ياكلوا شانا مسالا. احذري ليش؟ احذري ليش؟ ارخص صحن بالهند. او يلي هو شو فيه؟ يلي فيه حمص مثل البليله بس طيب كثير. اوكي رجعوا لهون. عندهم بهارات غير بهاراتنا. كثير طيبين كمان. هالمسالة بطريقه كمان جميله جدا. كمان اكون هون البقدونسات. ها طلعي كمان شو صار. وعندي هالبقدونسات اللي بيعقدوا بجننوها. وكمان بقول صحن فول بس بهالطريقه. جربوه اعملوا معروف بالخلطه البندوره بطريقه جميله. يلا هلا بنتقل. بدك تذكر شيء ولا خلص؟ اوكي خلاص انا هون. بس بدي اقول شغله وهي انه لازم الفولات ينحط لهم زيت. زيت الزيتون على وجههم. اللي عنده فحل البصل. بتعرفي فحل البصل؟ بعرف بصل. مرة سامعة؟ بصل. سامع انت فحل البصل؟ فحل البصل يعني البصل الكبيرة. هذا اللي هي هيك معلمتي. بصل اخضر اطيب هيك طويل. طلع هون اليخني. اول شيء هون طيب نبلش الشفشايد. نحط نحن هالبرغلات. طلعي من هون مع خلينا نقول الشعيرية. بنتقل كمان تنقدم. راح اخذ هيك. طلعوا كيف يا شيف شادي. واليخني كمان. طلعوا كمان كيف. واليخني بهالطريقة هيك. يا سلام إجرام. على هذا الموضوع. بس علينا نحن هون ننظف شوي صغير الطبق يا شادي. وناخذ له كمان من البقدونس بهالطريقة هيك. وهيدا اليخني. وبنجي خلصت. تا 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 تا. هيدا واحد معي ولا مش معي؟ يلا اكيد. فاينا. وين بدي اروح يعني؟ وين بدي اروح؟ هلا واو. خلينا نحن ناخذ. تفضل. شوف شوف رح احطهم بهالطريقه لانه انا جاي على بالك تقدمهم او فيني اقدمهم بهالطريقه. طلعي كيف. بس هيك حلوين لانه إيه؟ فينهم بس انه لانه كثير سخنين. اوكي رح احاول. انا رح احاول اني اقدمهم. ليك الجبنه. اوكي معلش معلش بس انه حتى يشوفوا قديش جمالهم. حرقت ايدك. طلعي كيف شوي صغيره حرقت ايدي بس معلش لابسه كفوف. فيني قول كيف الوضع؟ حلوين هيك؟ كما انه ها يلا عندي كمان صحن هيك هالصينيه الدجاج. اخر شغله بدي اعملها بس مشان اعطي الفكره بعد معي حوالي 30 ثانيه اني اخذ شوي صغيره من الشعيريه بالبرغل يلي فينا نقول انه هي محل الرز. وينك 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 هون الملعقه. واجي انا لهون اخذ من الدجاج. هي لي انا اصلا يعني انا فيني اسكن مثل ما بدي وساعتها اللي بدي وكيف ما بدي. ولقائي بكره معكم كمان بحلقه كثير حلوه. وناطركم كمان برجع بعيد رح نذكركم بكره بالكوكينج فيستيفال. صحتين. باي باي للجميع. اذا طيبين طيبين. بيض خالص. صحتين شيف شادي. انا بدي اودع كل المشاهدين اللي رافقونا اليوم وما تنسوا بكره الساعه 10 عالم صباح جديد.